السلام عليكم اخوان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الباسات في الموتور ديال الحوليه بومبضو. هذا البروبليم ديالها سكتت الموجهه وجينا كنكونتروليه ونشوفوا شنو المشكل. حيد ديمارور داكشي اللي لقيت الموتور لاصق. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا هو هذا الموتور، احنا غادي ان شاء الله نحيدوه من بلاصتو. كما كتشوفوا معايا احنا حيدناه من بلاصتو. هنايا هذا معنا السي حسين المعلم ناضي، تحية ليه. هنايا الاخوان بعد ما حيدنا صافي، المهم ملي قلبنا داكشي لقينا الموتور لاصق. غادي نحيدو الكيلاس، نحيدو الكيلاس وغادي نشوفو دابا الكارتير. كنا حيدناه، حيدنا البومبا ولقينا واحد البروبليم ديال الباليه ديال الفيبرو، كان تلاحلها البولون ولا عندو المشكل ديال الكولاج، بحال الزيت مبقاش كيطلع الفوق. هنا حيدنا البومبا والكارتير، وهنا غادي نحيدو الكيلاس. كما كتشوفوا شوفوا المشكله اللي لقينا فيه. هنا الطروازيام ولا الدوزيام من حدا البواط فيتيس، راه كما كتشوفوا الصوباب والبيستون راه دايب، راه البيستون دايب. هذا هو البروبليم. والتيربو تاور تلاح في داك الحديد ديال هاد الالومنيو، بغى يلوح مع الشاكما، دخل تما خسد كاع التيربو كوانسيه. صافي انا غادي نجمعوا هاد الموتور ان شاء الله ونجيبوا موتور اخر. هنا هذا بعد ما جمعناه صافي غادي نحطوه على جنب على جهه، وغادي نجيبو الموتور ان شاء الله نركبو ونديماريو ونشوفو النتيجه النهائيه ان شاء الله. وتبارك الله عليكم الاخوان. صافي هنايا درا كنجمعو داك البياز ديالو حيت حلينا شي حوايج قلبناهم. صافي ملي لقينا المشكل في الموتور الداخل صافي حيد، غادي نجيبو الموتور ان شاء الله ونديماري. تحياتي لكم الاخوان. هنايا الاخوان هذا هو ليزانجيكتور، لانجيكتور ديال بحال قلتي الدوزيام اولا الطروازيام من حدا لاشين ولا طروازيام، بديتي من حدا الفولا موتور راه غيولي دوزيام. هذا هو اللي دار لنا البروبليم ديال البيستون ديب، وداك الصوباب راكم شفتوا الحاله ديالو. المهم هذا هو السبب، كما كتشوفوا لانجيكتور راه تفرقع عليه الراس ديالو من التحت، راه ولا داك البوينتو ليبر والراس ديالو راه فرقع. المهم هذا هو البروبليم اللي وقع، من غير واحد المشكل ديال الزيت كان وقع عليه حتى هو، كان طاح على البولون ديال الباليه ديال الفيبروكان، ولا الزيت كيدور حدو الفيبروكان يجريسي حدو الفيبروكان وكيرجع للكارتير. هذا هو البروبليم الاخوان، وتحياتي لكم. هنا يا الاخوان الموتور هو امارش، وليني باقي ما كملناش لي الدوريسات ديالو، داكشي علاش فيه الصوت وفيه الضجيج. واخا هكاك راه مزيان الموتور طلع تبارك الله ما كيفيه ما والو. وهادشي اللي كاين الاخوان، وتحياتي لكم. والمهم راه الموتور راه طلع مزيان، راه الدوريسات باقي ما داكينش وهادشي، والفينيسيون صا ان شاء الله راه كلشي مزيان. المهم الموتور سخن في 90 وما كاين لا فيماج لا والو، راه الموتور جديد فقط. Thank you.